Obada, ibn al-Ghali. لأن شعور الأب أنا حسيته من أول مرة أنا سمعت فيها دقات قلبك. سمعت دقات صغيرة بس حركت جواتي شيء كبير من حب ومسؤولية. Obada. Ja, dat moet je opschrijven voor mij, denk ik. Ik heb 2 miljoen subscribers op YouTube. 2 miljoen? Serieus? Wauw. 2 miljoen subscribers? En half miljard views. Wacht. Hoe heet je? Obada, maar ik ben niet Nederlands YouTuber, ik ben Arabisch YouTuber, maar oh, ja. Ik woon hier in Nederland. Mag ik eens? Ik ga even volgen. Ja, ik wil dat je naar woorden bent. Ik ben ook wel heel nieuwsgierig. Hij komt uit Syrië, maar woont in Angeren. Bekend bij duizenden op het internet. Hij werd steeds populairder en heeft inmiddels 500 miljoen views. Over de wereld met zijn komische sketches op YouTube. شفت الدنيا رواح الوينايس وجنبي النسوان حلمت اني واحد كشخة ومشهور راكب سيارة حلوة كتير مفرش اسناني من بكير شفت الدنيا حلوة كتير جينا صار واحد زاكي كتير طلعنا مشينا ركبنا بالسيارة وشفنا رفينا ربيع اللي هي عالم العالم اللي على السوشيال ميديا تمام يعني العالم اللي على السوشيال ميديا خلص اخذ فكره عن عباده انه عباده عايش حياه سعيده وعباده انسان دائما عم يضحك وهن العالم تعرف عن عباده خير الدين على السوشيال ميديا انه عباده خير الدين هو اللي بيعمل هدول الشخصيات اللي بيعمل سعاد اللي هي دائما بتضحكنا اللي بيعمل شخصيه بهلول ولا كنان ولا غيره الى اخره هن هدول الشخصيات اللي بتضحكنا من قلبنا وقت نحن نكون مهمومين نتفرج على عباده خير الدين بس العالم ما بتعرف عبادة خير الدين على الواقع كيف أنا كمان عندي مشاكل. طب ورجينا خلينا نشوف. قلت له بس أنا عندك كيف تشتكي علينا للشرطة. أمي أنا كانت تقلي أنت طلعت من بطني غماستك هيك وعم تضحك دائما بضحك. Oh my God I love you I love you my cat. الحو يا شباب الحو عاملين مسابقة لأحسن شاب نسونجي قصدي أحسن شاب شاطر بالمشاعر الرومانتيكية والعواطف الرخوية واحذروا شو الجائزة الجائزة هي الزواج من هيفاء وهبة أو شيت براو هيفاء وهبة ولسه صفر بهولندا صفر بس عندي شي جواتي عم يقلي إنه أنت مثل ما عملت بمحتوى عربي بهولندا رح تقدر تعمل شيء هولندي انت بهولندا انا لو ما عندي الشهرة انسان فاشل ابي يعني لسه مو لحد هلا شايف انه انا الشيء اللي عم بعمله شيء مو مهم أو مو عاطي أهمية الكبيرة يعني. طيب الثاني تمام، جيني الثاني تمام. يعني أنا حتى من وقت بلش باليوتيوب ما بكذب عليك أنا كنت ضده. ماني متوقع هيك رح ينشهر يعني. أنا ضده مو بشي بدي إياه يدرس. يعني بتعرف أنت هون بهالبلد يلي بيدرس بينجح واللي بينجح بصير معه مصاري
يعني شو ما كانت شهادتك تشتغل يعني بتطلع مصاري. هو ما اهتم بدراسته، فدائما كنت انا وياه على يعني يبعثوا لي، ما في لازم كل جمعتين المدرسه تبعه تبعث لي خبر، ابنك يا ما عم يداوم، يا ما عم يدرس، يا علاماته. يعني لحد ما فات بهالمجال. كانت هي المدرسه بوقتها رح تعبرك تايك سخو، على مدرسه براك تايك، و كانت هي المدرسة جداً عنصرية، مريت بأيام يعني هي قعدت فيها سنتين، هي السنتين كانت أسوأ سنتين بحياتي. يعني كنت عم بنتظر لحتى تنتهي لحتى أطلع منها للمدرسة وما قدرت أكمل بصراحة. من العنصرية اللي كانت فيها كانوا الطلاب دائماً عايز يرموني بكلام مثلاً كانكر فلوختنين كانكر سيريس مينسن، يعني يسبوني كلام كتير هيك، كان يضايقني عرفت علي، يعني ما كانوا يحترموني وكانت الناس دائما بعيدة عني وهذا الشيء كرهني كتير بالمدرسة، يعني كرهني كتير وخلاني أنا ما عدي أكمل، أنا بدي أطلع منها لهي المدرسة وخلص، يعني فكس خولمان هيك صرت أنه أنا يعني ما عد بدي أكمل. هي هي أنغرن، يعني تخيل ما في غير سوبر ماركت واحد بأنغرن، هذا المركز تبع الضيعة، هذا العالم كل اللي كل اللي بالقرية بيشتروا منه لهذا السوبر ماركت يعني. هي هي أنغرن وهي هي العالم اللي فيها وكله بيعرف بعضه هون بأنغرن، يعني إذا في أصدقاء يعني بس هنن هدول أصدقاء من هنن وصغار أصدقاء لحد ما كبروا يعني، فما بيعاشروا عالم جديدة ونحن كنا جداد وغرباء فما حدا قرب علينا، يعني أنا ما قدرت ما صحت لي هاي الفرصة أني عاشر عالم مثل باقي الناس اللي عايشة بالمدن مثلا، فهي أحد المشاكل يعني. لسه بتذكر خريف 2014 يوم اللي وصلنا فيه على أنغرين، كانت كتير مختلفة عن الشام وعن الحياة اللي كنا عايشينها بالشام. كانت عائلتي قريبة علي، انت واخوك دائما كنتوا قراب من بعض وما حدا كان يقدر يفصلكن عن بعض. بتذكر وقت كنا بايام العطل اخذكن مشاوير على الغوطة، كان لازم كل سنة طلعكن أسبوع على البحر. بتذكر بيتنا اللي ببلودان اللي كان ملتقى لكل عائلتنا الكبيرة. أحياناً كنا نجتمع شي 50 شخص بين عمات وعموم هنن ولادهم. الله يرحم اللي توفى ويبارك بعمر اللي لسه عايش. يا ترى بقدر أرجع وعيش هاي اللحظات؟ آخ يا ريت. بيبي 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 لكي شوفي بيبي نيد سو كريزي فاكا بيبي لوكو يبانت ما بيبي بقرب لضم ما بغرق بعيونه And bro, ik wil ook iets doen van boven met heb jij Ali wat hij heeft gemaakt? Van kleine woorden, kleine woorden, kleine woorden. Hoe bedoel je? Oud nummer van hem? Ja. Nee, niet oud. Nee, van deze nummer. Van deze? Zo op voor de man praten, je ging door, toch? Je hebt het een chickie. Ja, Adlib. Ja, ja. اليوم حنسجل المشروع اللي متفقين فيه انا وعلي. طبعا علي من سوريا كمان، يعني ابن بلدي وبس بيغني بالهولندي، يعني هو معروف هون بهولندا وانا معروف بين العرب، فالشيء اللي نحن رح نعمله انه نحن رح نعمل شعبيه كثير حلوه بانه نحن رح
نلفت الهولنديين نلفت نظرهم ونلفت نظر العرب فرح نعمل شيء حلو هون بهولندا لك شوفي بيبي نيد سو كريزي بوسا من خدك ما فيني بدونه بيبي برنسا وانا عاشق والهان ايك بن سبيوز فبني توف كيف كان ايك بموني مصاري كوتشي فرساتشي ما تخافي يا بيبي انت حدي بامان مان 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 وانا سوبر مان 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 الوضع مع الحبيبة والله ليك نحن صرنا فترة مرتبطين تمام طبعا الأهل بيعلم أنا بعرف البنت من زمان من أيام الكامب بس يعني ما كنا نحكي يعني ما كنا نحكي هي البنت عراقية يعني أنا حابب كتير أني أتقدم للبنت أخطبها أنا إذا بدي أخطي هالخطوة لازم يكونوا أهلي معي فهذا الشيء ما لازم يكون يعني أنا ما لازم أتصرف من عندي لازم يكون في نقاش بيني وبين أهلي واتفاق وشو بدنا نعمل شو بدنا نسوي ما بدي أحكي أخطي خطوة تكون غلط لازم تكون خطوة تكون كتير صحيحة لأنه أنا فعلا بحبها كتير للبنت وهي بتحبني همام حاطت ماي مالك اسبق همام ماسك اعطاني موبايل عم نصور اللحظة عم نصور اللحظة عم نصور اللحظة بالكاميرا يعني زبط الوضع بعد شوي لانه بدي ازود انا بشوي على شو؟ ابي لا انت سبب اللي حابب ما يرطل عنا انت سبب بتقليعها بطريقة لا شوفي اي بس شوفي ربيت امبارح تمام وانت امبارح انا قاعد بالمطبخ بس سمعانك انت اما حاطة عنا على اساس ما في اثنين قد الجحاش بالبيت فهي تعتبر بامانة مين بامانتي سيد راسي مو بامانتها عرفت كيف انت فهمان انك بس شو الموضوع ابي هلا هو شو الموضوع اللي صار هلا عم نصور نحن ابي معنا سفر وعم نصور ليك وهلا انت عم تحاكيني وتبهدلني وعم نصور الزلمه طيب تمام عم نصور ابي ما بعرف ماشي باي باي لا سلامتك باي امشي عبادة هلأ حردان مو عاجبه نمط حياتنا هي كمان ضريبة الغربة طيب شو مش عاجبه حابب لي وحدة بده يتجوزها ونحن بتعرف الأهل أحق يعني أحب على قلبهم يفرحوا بابنه بس أنا شايف أولاً البنت مو مناسبة إلنا وله طبعاً وهو حسب عمره مو شايف هالشي تاني شي أنا شايف إنه لساعته لسا ما أسس حاله لساعته صغير يعني مو عاجبه بده البنت رد فعله شو بجاوبك إنه نحن عم نوقف بوشه عم نوقف بوش طموحاته شو بدها هي هلأ؟
البعد عن الأهل كله مهم أنا وهي. هي ما فيها تطلع من عند أهلها بس بدها إياك. وهذا الكف اللي أكلته منها شو بتعتبرها؟ لك هذا كنا متعاطين أنا وياها أنا قتلته أم هي صارت فيك. قاعد فيه اللي بدك تحترمه. هو بيت الكلب بدهم يحترموا رأيي. بدهم يحترموا رأيي. مع البنت كبنت بخر عليك. أهلك ما في الاثنين بدهم يقتنعوا برأيي وبرأيهم. بدهم يقتنعوا بالطرفين. بحب بنت أنا ما بتخلى. ما في بدكم تقتنعوا بشي. أنا هاد اللي بفهمه. هاي مشكلة تعقام ما في نحكي لك شي. ليك عم بحكي معك برواق أول شي ما عم تقتنع جحش. كبرت يا عبادة وكبرت المسؤولية اللي جواتي وصار شي ما عملنا حسابه إنه نترك البلد ونترك أهلنا والناس اللي منحبها وولادي يربوا بعاد عن أهلهم وبلدهم. كانت رحلة كتير صعبة علي معنوياً ونفسياً بس كان كل هدفي مستقبلكم اللي ما فكر غير فيه. بس أصعب شيء كان بغربتي التليفوني اللي إجاني بـ8 آذار 2018 خبر وفاة أبي. وفاة أبي صرت شخص تاني من يوم ما توفى. عرفت إنه ما بنعرف قيمة الشخص لحتى نفقده. الغربة بتخلي مسافات بيننا حتى لو كنا ببيت واحد. الغربة بتخليك تعيش بوحدة تخاف تشارك حدا مشاعرك لأنه يمكن يفهمك غلط. الغربة بتوجع يا عبادة. ما في منك ولا حدا زيك. انت زي الفل احلى من الفل كانك بسيط. شو هدك خلينا احبك راح احبك حب يلا عالحب. لفيت الريح كل ايامي ولا حدا قدامي غيرك انت غيرك انت. مين عزل تحكي معه؟ ستي وخالتي. آمين آمين يا رب. الله يحميهم. والله اشتقت لك أنا. الله يخلي لي ياكي. يلا إن شاء الله بشوفك عن قريب. إن شاء الله. آمين آمين آمين. خلوني نعيش الجو. صوري انتي وانا فوت من البغبغ. شو يلا روح عيش الجو. خلوني عيش. الموبايل عم تصوري وياه. خلص بالك خلك. والله على راسي على راسي على راسي. يا بلال هانا بهولندا. شو الفرق الكبير؟ شو الفرق 180 درجة. لمة كفي الواحد عائلته وأهله. أمي ما بيمرق يوم علينا ما بنبكي فيه بس دون ما حدا يحس. طبعا النظام ما بيقدروا هالشي لسه. ما في شي من واجبكم يا جماعة. تفضلوا. صحتين. الوضع صعب هلا بسوريا كمان. هن اللي بيحسدونا ونحن بنحسدهم.
يعني هو بيقول لي اخ على ما اكون اطلع لعندك وانا بقول له اخ على ما انا اقعد كون مكانك وانت تجي لمكاني. سبحان الله ما حدا بيرضى بنصيبه، مو يعني مو ما حدا بيرضى بنصيبه. يمكن حتى انا يمكن لو كنت مكانه كنت قلت نفس الشيء. فما بالك فهون شو ما كان كتر خيرهم هون المتقبليننا. دائما بقول لاولادي يعني كتر خيرهم، نحن لا من دينهم ولا من لغتهم ولا من ثقافتهم وعم يتقبلونا. يعني انا فعلا كتر خيرهم. يا عالم حياتنا برش اسراره، يا عالم عبد في الموت تختار. يا عالم حياتنا برش اسراره، يا عالم عبد في الموت تختار. كان خد رافض كان بيوفاسي في الشدة وحد قاسي، وين اخترت نعيش براسي. من داخل روتردام بدي لكم انه نزلت الفيديو الجديد. من داخل روتردام بدي لكم انه نزلت الفيديو الجديد، انا واقف بالسياره نزلته. كلياتكم اسحبوا الشاشه. كم مشاهده صار جايب الفيديو؟ بساعه واحده 150,000. لسه ما صار ساعه يعني. قرا لي تعليقات، شو ناس راي عن هذا الفيديو هذا؟ التعليقات؟ يلا. والله مبدع خرافي، الحلقة بتشل من الضحك. والله انك خفيف دم وبتضحكني، والله مهضوم، والله انك فلة. تحس حالك محبوب على الانترنت؟ اكيد. كتير 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 يعني، الحمد لله أنا كتير مبسوط أكيد وبفتخر بهذا الشيء. وأنا لولا متابعيني وجمهوري اللي بيحضرني أول بأول أنا ولا شيء ولا أي شيء يعني. عم بتخانق مع أهلي مشان علاقتي أنا والبنت. أهلي شايفين إنه هنن ما بيناسبون إنه يناسبوا هيك عائلة. أو يعني مثل ما بتقول بدك تخلص بحبك إلها، بدك تختار البنت الصح. أنت ما اخترت البنت الصح، ما اخترت البنت اللي بتناسب عائلتك. انت عم تقلي شو غلطت؟ يعني مثلا تكون امي عم تحكي، يعني تجي مثلا توجه تروح البنت توجه لها كلمه لامي تقول لها انتم ناس تافهين. هي ما حكت بهي الطريقه، هي ما حكت بهي الطريقه، هي ما قالت انتم ناس تافهين. قدامك حكت بهالطريقه، لا تقلي ما حكت طريقه. عليك انت لساتك عم تكذب وعم تدافع عنها للبنت، والبنت غلطت. هاي البنت وحدة مو تمام، بتزبل على طول وراها. ما تغلط عليها، ما في احترام. وين ما اغلط عليها؟ لا شو وين ما غلط؟ هي وقت غلطت على اهلك دافعت عن اهلك. طيب عم تقول دافعت؟ دافعت انت دافعت. طيب لو دافعت البنت، طيب لو دافعت البنت ما كانت كررت اغلاطها. تمام، البنت ما كانت كررت اغلاطها. انت كذاب، ما دافعت. دافعت انت، بس بتحكي دافعت لانك بتحبها. وانت طبعا شو بتقلها؟ شو بترو بتقلها؟ حبيبتي لا تعيديها، ماشي تمام. اهلي هدول بيضلوا تروح بتعيط على اهلك، بتصرخ على اهلك مشانها يا زلمه. وين عم تروح تبدي بنت عن اهلك يا زلمه؟
بيجي واحد بيقول لك انت غلطان بتروح معلم. ما اخي ما بدك تسمعه، ما بدك تسمعه بالمره. انت غلطان، ايه انت غلطان. انت هي البنت، هي البنت ما بتناسبنا وما وين ما بتشرف عائلتنا كمان. انت بتنبسط مثلا اخي، هي البنت، هي البنت نواريه من الاخر. بقول لك يا ما تغلط عليها، عم لك ما تغلط عليها البنت نواريه. ما تغلط عليها، تلق ما ما بعرف حدودك، اللي غلطانه اللي كذا، بس ما ما تغلط عليها تمام. نحن اخوات ما بدنا نتقاتل همام. على البنت ما تحكي، شايف ما تحكي. ايه بدي دافع عنك بكره، بكره حبيبي همام. انا عم اقول لك على البنت، وبدك تحكي احكي اللي عندك، بس ما تغلط عليها للبنت تمام. روح بكره وقت البنت تبعصك وتقلعك تمام، تكون انت مالك راضي، راضي اهلك، نشوف لمين بدك تتجه. خلاص يلا تمام، يلا روح، يلا روح سايره للحلوه. ماشي روح سايره، خلاص خلصنا. روح بقى، روح بقى. مين طلع؟ مين طلع؟ يا انتو ما عم تفهموني يا اما انا ما عم بفهمكم. مو نحن اللي ما عم نفهمك، انت اللي ما عم تفهم الحياة صح. اللي نحن شايفينه انت مالك شايفه. انت عم تفكر بقلبك، بس نحن ما عم نفكر بقلبنا، نحن عم نفكر بعقلنا. نحن عم نفكر بمستقبل صح لقبلنا، بس انت اللي مالك عم تفكر صح. انت شايف اتجاه واحد، مالك شايف كل الاتجاهات. انتو ما لاحظتوا انكم انتو عم تتدخلوا بهي الشغلة وانتو ما عم تاخذوا رأي فيها؟ إيه ولا بشو، ولا بشو انا حاسس، ولا بشو انا حاسس، ولا انت شو رايك؟ حس هلا وزعل احسن ما بكره تبكي دم. ما راح ابكي دم. لا اذا استمريت بالوضع راح تبكي دم، بس لا ما راح نقبل نحن ان الوضع يستمر، لانه هيك ناس لا بتناسبنا ولا بتناسب عيلتنا ولا بتناسب بيئتنا. انا ما دخلني باهله، ما دخلني فيهم، اذا هن الوقحين ما دخلني. ولا هي ولا أهلها. إذا أنت بترتبط فيها أولادك بمين بدهم يرتبطوا؟ مو بأهلها؟ أولادك كيف رح يربوا؟ بدك ياها روح انقلع اتجوزها برا، على بيتي ما بتفوت لا أنت ولا هي. يوم اللي بترتبط فيها بتنسى إنه إلك أم. إذا حدا بيسألك عن أمك بتقول أمي ماتت. يوم اللي بترتبط بهاي البنت أنا طالع.
هلا انا مؤقتا عند حبيبتي بالبيت، لانه بالبيت عم تصير كتير مشاكل وعم تاثر على شغلي وحياتي وعلى نفسيتي، وما عم بقدر استحمل هاي الضغوطات. يعني انا ممثل وابي بيستهزئ فيني كتير بكل مشكله بتصير، فانا هذا الشيء شايف فيه مستقبل، مستقبل مو بس يوتيوب، مستقبل لاني انا اكون ممثل على التلفزيون ولا ممثل. خلص طموحي ممثل انا. فبابا انا هذا الشيء مو شايفه شيء اساسي، يعني الحكي اللي حكاه كان يضرني. الشهرة يمكن تعمل هيك، بيكبر راسه ما بعرف. يعني ما بتزعل يوم تشوفه هيك؟ اكيد بزعل عليه. يعني بقول له اكيد ابي ما حدا بيرد لك الخير اكثر من امك وابوك. هون اول ما بيجي الولد على هولندا، او مو بس هولندا، اي بلد اوروبي، بيعلموه انه لا ترد على اهلك، انه انت حر. يعني أنا وقت كنت قده كمان صير بيني وبين والدي الله يرحمه خلافات، بس يعني ما عارض أبي. يعني ازعل، احرد كثير، ابكي، بس إنه كلمة أبي اللي تمشي. يعني كلمة أبي اللي تمشي. عمره حكى لك إنه بحبك أو بفتخر فيك؟ ما حكى لك؟ بلا أكيد. بس يعني ممكن حاكي لي إياها، بس يعني ما يعرفون عبر لك ياه. يعني ممكن هو حاكي لي اياها انا وصغير، وحاكي لي اياها انه انا وكبير، بس ممكن انا وكبير بيحكي لي اياها بقلبه اكثر. يعني او يمكن ما بعرف، يعني ممكن لازم مثلا واحد إذا شايل هموم، بس اتركوني لحالي بروح. مش حب الوحدة، كاره كل الكون، والنفس ما بتهون. أبيض وأسود دنيا بلا لون، راحت روحي والقلب الحنون. أصبح ميت وجفت الجفون يلي غبتون. عيون اللي سحرتوها انرمت، راني من الأنين اتكلمت، وكفوفكم داوت وعلمت، وراحت ولا سلمت. لحالي ما حدا معي، ما حدا جنبي، ما في شي جنبي، ما في طريق، ما في مكان، ما في وسيلة، ما في شيء. لحالي ما في شيء، ما في مساعدة، ما في فرصة، ما في شيء، ما في. لحالي عندي نص مليار مشاهدة وأنا لحالي. قد ما كبرت يا عباد، رح تضل بنظري ابني اللي حملته بين ايدي باول انفاسه، وعاهدت حالي احميه يكون سند له لحد تموت. ما قدرته؟ انت وقت تترك البيت بسبب قرار او شيء تفرضه علينا ونحن ما نتقبله، ما بتعرف شو بتترك وراك.
بجي لأتركك تواجه مشاكلك لحالك واختياراتك، بس في شي جواتي ما بيطاوعني، بخليني ضل جنبك وكون سندك. هلأ خلصت مونتاج يعني. الساعة 2 انتظروا الفيديو الجديد كلكم. ألو، أهلا جدو. والله تمام، ما فيني شيء والله، عم صور أنا لأنه بالتصوير. بس انا شدو ما بدي، بس انا شدو ما راح اقعد بالبيت، ما راح اقعد بالبيت، ما اخذ اغراضي. لا تقعد بالبيت، روح لعندون وفوت عادي كانه ما في شيء. ما بدك تقعد، لا تقعد، لا تتفلسف لي عبادة. انا جدك وبعرف شو بده يصير، انا اكبر منك وبعرف شو الدنيا شلون بدها تمشي. اذا ما مشيت ما رضيت امك وابوك بحياتك ما بتتوفى ولا بتعرف شو التوفيق. انا عم حاكيك مضبوط، انا غير عليك. عندك شك انه انا ببغضك ولا بحبك؟ بتحبني اكيد. انا عم بضحك بحكيك الكلام المنطقي والكلام المزبوط. تعمل حالك وتروحه. شوف امك بشوف ابوك، بدك تطلع تسكن لحالك بعدين تسكن لحالك، بس اطلع عن الرضا مو تطلع عن الزعل. فهمني ولا لا؟ فهمانك. وإذا ما سويت هيك بدك تزعلني كتير يعني. هدول أمك وأبوك ما وصلت لهون إلا طالع عيونهم. والله لو قلت حد الكلام إجا إنه حد تعرف شو بيجي يقول أتعرف عليه بحياتي. لا أنا وإخوانك يعني حكينا إنه ما بدنا إياك توقع بالغلط، أنت بتهم ابننا وبتهم. عليك وانا والله بدي تعبان. انا ما يعني ما قلت الاول يعني بجوز اليوم عم بحكي معك بكره يقولوا لك دور فجدا. يا بيت الشر. تروح لعند اهلك؟ مالي عرفان. ها؟ مالي عرفان. درس؟ درس تعلم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى أنك تكون تعلمت منه. أنا
لأنه ما حدا بيرد لك الخير غير أهلك، ما حدا بيرد لك الخير قد أمك وأبوك، ما حدا بيحبك قد أمك وأبوك. إن شاء الله ما فيني أقول غير إن شاء الله. يلا روح. لأنه ساعة عم داوم بابا توتر من ردة الفعل، ما بحب هاي اللحظات. ممكن يرد عليك، خايف يصدني، بس رح يصدني أكيد. ما يسلم عليك؟ هون يروح؟ كذاب والله معرفه قسم بالله. عارف؟ قلت له ما بدي اشوفه اول شيء عملها بدي اعمل تخليك تسلم عليك. شوف شوفه كذا، عم بروق افعل، كان عم يحاكي امي قال لي صعب هذا برا، بعرف طلعت هيك قلت له ما بدي اشوفك. قام طلع رجع هيك قال يجي أكيد أنا ما حل أطلع خليك بالشوارع، قال لي بس خلته ما بدي أشوفك ضل بالغرفة. والله ما عم بمزح، ما عم بحكيك جد، أنا في بيناتنا مزح هيك قصص، والله عم بحكيك أصلاً. قال لي ما بدي أشوفك بالشوارع. شو تمنيت انت يصير؟ تمنيت انه يجي. بتشوفني عم اضحك بوشك، بس انا بكون من جواتي عم اتقطع. هي اول مرة بطلع مشاعري بهذا الشكل. حابب اوصل لك انه شو ما صار انا فخور فيك وبحبك بدون اي مقابل. وبس تصير اب رح تعرف هذا الحب الممزوج حنية وقساوة مع بعض. رح تعرف شو يعني تقاتل الدنيا كرمال ولادك، شو يعني تحرم حالك كرمال تشوف السعادة بعيون ولادك. وصيتي إلك يا بابا، بدي منك شغلة واحدة بس، إنه بس تعاشك الناس تترحم على اللي رباك وتقول لسه الدنيا بخير. معك أعمل الحب والرضا. أفوق.